نرحب بكم جميعا، تحية طيبة لكم من قناة حياتنا أور لايف. نرحب بكم، وأي فيديوهات أنتم بحاجة إليها يا سابع تجدونها جميعها على قوائم التشغيل. أي فيديو، أي إشي من الصف الأول للصف العاشر، حتى نماذج الامتحانات كلها للشهر الأول والثاني والثالث والنهائي طبعا موجود كلها على قناتنا من خلال قوائم التشغيل. كل شيء مرتب وبتجدوه بسهولة. يا ريت للي حاب اي فيديوهات تتعلق باللوك او كلوز اب انه يبعث لنا ايميلاته على جيميل ليتم تفعيل هذه الفيديوهات له. طيب، نبلش بالدرس اليوم، والدرس الاخير من الوحده الرابعه رح نحكي فيها عن مرحله انهيار هذه الحضارات. كيف انهارت هاي الحضارات اللي سكنت بلاد الشام؟ يعني هون بقول لنا تقدم الجيش الكلداني للغرب مارا بأراضي بلاد الشام ومعلنا انضم الممالك التي اجتاحها إلى حكمه. كانت هاي بداية عصر جديد ونهاية حقبة زمنية لبلاد الشام. في درس اليوم رح نحكي شو السبب، لما احكي لك عوامل يعني شو السبب انها انهارت حضارات بلاد الشام القديمة، وكيف أثرت الحروب هاي على حياتهم للناس. رح نحكي عن شغلة اسمها هيلينستيك بيريود اللي هي العصر الهيلينستي. رح نحكي عن بونيك وورز، الحروب البونية. رح نحكي عن ديكابوليس، وحلف ديكابوليس المدن العشرة. رح نحكي عن السبب وشو النتيجة والخط الزمني المعروف. طيب، إذا درسنا لليوم بالبداية رح نحكي شو اللي خلى هاي الحضارات الهائلة والرائعة والقوية إنها تنهار فجأة. عندي 1 2 3 4 5 أسباب. بعدين رح نحكي بالضبط مين هن الأعداء اللي غزوا بلاد الشام، القوى يلي غزتها. رح نحكي منها، يعني رح نحكي عن هاي القوى اللي هي الحكم المصري، كيف مصر تدخلت. رح نحكي عن الحكم الكلداني، لما نحكي عن الكلدانيين تمام. ورح نحكي كمان عن الحكم الفارسي تمام، وغير هيك. رح نحكي عن قائد جدا معروف وكثير بنسمع عنه اللي هو الحاكم المقدوني، اللي هو الإسكندر المقدوني، وهذا هو تمثال لهذا الحاكم. يعني بنحكي عن حكم مقدوني او اليوناني، المقدوني يعني اليوناني تمام. ساعتها اجى حلف الديكابوليس، بعد اليونان اجوا الرومان، فانتوا لا تخربطوا، دائما اليونان بالاول اقدم من الرومان. الرومان اجوا مع حروبهم اللي سميناها البونية بقيادة هذا القائد اللي كثير سمعنا عنه اللي هو هانيبال. وبس هذا اللي رح نتعرفه، يعني زي مخطط زمني كيف بالضبط الحروب صارت. وقبل ما نحكي عن الحروب هاي وندخل فيها ونحكي شو هي هاي القوة وشو بالضبط عملت وعلى مين فازت وليش فازت، رح نحكي بالبداية انه ليه انهارت هاي الحضارات القديمة. زي ما قلنا الحضارة لما تصل لمرحلة، اعلى مرحلة بالتقدم بالحضارة بكل نواحي الحياة، بالاقتصادية بالسياسية بالاجتماعية، ازدهار كبير جدا وتطورات جدا هائلة. هذا الشيء هو اللي بيخليها كل الناس تطمع فيها، الكلدانيين الاشوريين المصريين كلها صارت تعمل حملات عشان تسيطر على هاي الممالك. ففي أسباب ساعدت إنه انتصروا عليهم أو صاروا بدهم يهاجموهم، وهي واحد إنه هاي الممالك القديمة اللي ببلاد الشام ما قدرت تعمل دولة واحدة قوية إنها تواجه هاي الأطماع كلها اللي حواليها، فبالتالي انهارت أمامهم. كمان إحنا بنحكي سياسيا وعسكريا كانت جدا ضعيفة بلاد الشام الممالك. يعني لما نحكي لك انه ناس مركزة بشغلها باقتصادها بتجارتها بحماية قوافل التجارية بسوالف زي هيك، فللأسف هي ضعفت سياسيا وعسكريا، ما كانت مقوية حالها، مقوية جيوشها، مقوية تحصيناتها الكبيرة. كمان غير هيك زي ما قلنا لك، لانه عندك انت تقدم كبير ففي حواليك اطماع خارجية انه بتتسيطر على هاي المراكز التجارية. وما ننسى انه في تنافس كبير بين مصر وبين حضارات بلاد الشام القديمة، في عندك مصر والفراعنة وما قبل الفراعنة وما بعد الفراعنة، كلياتها في كثير تنافس حاد بالتجارة. أوكي، وما ننسى آخر شيء توسع اليونان بقيادة الإسكندر المقدوني يلي أطاح ببقية هاي الدول وقضى على جميع إمبراطوريات الشرق القديمة. إذن نبلش في الغزو، رح نبلش بالأشوريين بالبابليين بالكلدانيين بالمصريين بالإغريق. بدأ من أواسط الألف الثاني، غزا حامورابي البابلي، يعني من العراق حمورابي، مدينة ماري الأمورية، فدمر أسوار المدينة، أحرق القصر، وبالتالي اختفى الدور السياسي للأموريون. نحن سبق وحكينا في الدرس الأول، قلنا أول حضارة سكنت بلاد الشام وليس الأردن، بلاد الشام، هي الأموريون. فانتبهوا دائما السؤال هسه، الأسئلة خاصة أسئلة الوحدة وأسئلة الامتحانات بتكون تفرقوا ما بين حضارات بلاد الشام وشو عملت إنجازات،
وحضاراتي اللي سكنت في الأردن وشو عملت إنجازات. طيب إذا أول واحد كان حمورابي البابلي، يعني من العراق، وكان قائد عراقي، إجا واعتدى، مش اعتدى، إجا دخل أسوار المدينة تاعت الأموريون، أحرق القصر، دمرها، ما خلى إشي، فبالتالي اختفى الدور السياسي. نيجي للمصريين شو عملوا. في عنا معركة اسمها مجدو، فخلينا نشوف شو القصة. بقولنا مجدو 1468 هي من أبرز المعارك اللي دارت على أرض بلاد الشام. مين اللي عملها بالضبط؟ المصريين على الكنعانيين. إذا هون بنحكي عن فترة الكنعانيين، مين اللي هاجمهم؟ بتقولي المصريين. ليش هاجموهم؟ ليش صارت المعركة هاي؟ صارت المعركة لكي تحمي مصالحها التجارية، بالتالي انتهت باستسلام الكنعانيين، وظلت مصر حاكمة محل للكنعانيين حوالي 12 قرن كامل. متخيل؟ يعني بتحكي عن 1200 سنة، القرن هو عبارة عن 100 سنة. فإذا المصريين حكموا بلاد الشام 12 قرن تقريبا، واللي صار تفاعلات ومزيج هائل من الثقافات. عملوا مراكز عسكرية، عينوا مندوب زي سفير عن فرعون لجمع الجزية المالية، خلوا شوية حكام إداريين يوالوا الحكم المصري، عملوا معابد مصرية كبيرة وهائلة في بيسان، في عسقلان، في غزة، إلى جانب حاميات عسكرية. إذا أنت بتحكي عن فترة 1468 قبل الميلاد، يعني حوالي 1500 سنة قبل مجيء السيد المسيح. إذا نتحدث عن الحكم المصري، مين هاجمه بالضبط؟ بتقولي الكنعانيين. إمتى هاجموهم؟ بتقولي اللي بمعركة مجدو. بتقولي كمان ماذا حدث بعد ما إجت مصر وحكمت بلاد الشام 12 قرن؟ بتقولي مزيج من الحضارات، صار في مراكز عسكرية، صار في مندوب عن فرعون بجمع الجزية، صار في عندي معابد هائلة موجودة في بيسان وعسقلان وغزة. نيجي على الكلدانيين. إجا في شخص اسمه بوخذ نصر، إجا على بلاد الشام، وأكيد معارك، إجوا لاحقوا المصريين. إذا بعد المصري، مش هلأ، المصريين إجوا محل الكنعانيين، اللي إجا وراهم الكلدانيين، وإجوا صاروا يحاربوا المصريين. بالتالي فازوا الكلدانيين على مصر بعد 12 سنة، 12 قرن، وسيطروا على مملكتين اللي هي مؤاب وعمون، عمون عمان ومؤاب الكرك، وفرضوا حصار على مدينة بصيرة اللي تحت، اللي هي بالبتراء، لا ولا البصيرة عاصمة الأدوميين، نعم، وفرضوا حصار فوق على مدينة صور اللي موجودة في لبنان، واستمر حكم الكلدانيين فقط 15 سنة. انتهى بالأخير، عملوا اتفاق بين الطرفين انه يضل مملكة صور تحكم بحكم ذاتي، وتمتعت بلاد الشام بحكم مستقل ساعتها في ذلك الوقت، مقابل ان تدفع الجزية للملك الكلداني اللي بيظل يحكمها 48 سنة. يعني صارت زي شو بسموه، حكم صوري، يعني زي استعمار من بعيد لبعيد، بدهم يضلهم يدفعوا له الجزية، بده يضل هو اسميا هو المسؤول عنهم. فهاي بالنسبة للكلدانيين. اذا الكلدانيين حاربوا المصريين واحتلوا عدة مدن وسيطروا على مؤاب وعمون وآخر شيء صور وبصيرة، وزي ما حكينا صار زي حكم اسمي. نيجي على الفارسيين. لما نحكي لك عن بلاد فارس، المقصود فيها إيران حاليا. غزا الفرس بقيادة كورش بلاد الشام ومصر منذ عام 539 قبل الميلاد، وحكموها حكم غير مباشر مقابل الجزية، وقسموا الفرس فينيقيا إلى أربع ممالك رئيسية اللي هن صيدا، صور، أرواد، وجبال. إذا الفارسي الحكم الإيراني، إجا شخص اسمه كورش، إذا نتذكر كورش هو قائد فارسي، إجا هاجم الفينيقيين. لما نحكي لك إنه قسم فينيقيا، يعني هو هاجم فينيقيين لما كانت مرحلة الفينيقيين مشهورين، إجوا الفرس هاجموهم وكسروها أو قسموها إلى أربعة مناطق رئيسية الفينيقيين: صيدا لحالها، منطقة صور لحالها، أرواد لحالها، وجبال. نيجي على المقدونيين، وهو القائد اليوناني، وبعد اليونان رح نحكي عن الرومان وفقط، بس هدول رح نتعرف عليهم. بالنسبة للمقدونيين، احنا بنحكي عن حاكم جدا معروف كثير، سمعنا عنه، يوناني طبعا، اسمه الإسكندر المقدوني، يلي إجا بعد مين؟ بعد الفرس. مش الفرس سيطروا على فينيقيا؟ هلا إجا اليونان حارب الفرس وسيطر على معظم المدن الفينيقية، وبالتالي سيطر على الطرق التجارية. فعشان هيك كل شيء يتعلق بالفينيقيين اختفى اختفاء تاما. المؤرخين
أطلقوا على القرون الثلاثة يلي امتدت منذ سيطرة الإسكندر بن فيليب المقدوني على بلاد الشام ولحد ما طلعت الإمبراطورية الرومانية، سموها عصر الهيلينستي اللي هو عصر الأسرتين البطالمة بمصر والسلوقيين في بلاد الشام. هاي العصر أو هذا العصر الهيلينستي يعني هو العصر اليوناني لما اليونان سيطروا على فينيقيا ودمروها خلص، أخفوا كل مظاهر الحضارة للفينيقيين بقيادة هذا القائد اللي اسمه الإسكندر المقدوني اليوناني. إذا هذا العصر كله، كل ما تسمع كلمة هيلينستي معناها يونان يا سابع. كثير المعلومات هاي مهمة لكم حتى في حياتكم العادية، مش شرط بس بالتاريخ أو بالمواد اللي تتعلق بالتاريخ. فإذا العصر الهيلينستي هو العصر اليوناني، كانوا حاكمين بمصر ناس اسمهم البطالمة وكانوا حاكمين ببلاد الشام السلوقيين. فإذا الحضارة الهيلينستية اليونانية هي اللي انتشرت في ذلك الوقت. إذا قلت لك عرفها بتقولي هي مزيج تفاعل من الحضارات المحلية ببلاد الشام مع مين؟ مع الحضارة اللي جديد اجت عليهم بعد الفرس اللي هي اليونانيين. الحضارة هاي اللي هي الهلنستية فعليا أثرت في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في بلاد الشام، بمصر وببلاد الرافدين حتى، مش بس ببلاد الشام. قد ايه كان نفوذهم قوي اليونانيين، ومن كتر ما نفوذهم قوي أسسوا في شغل كلنا بنعرفها اسمها حلف الديكابوليس. عملوا زي حلف اتفاق يوناني بدهم يحموا طرق التجارة وبدهم يحافظوا على كل شيء يتعلق بالحضارة اليونانية. يعني هي بتتفرج على الحضارات الثانية كيف انها تدمرت، قالت لا انا بدي اخلي اشي يضل ماشي معي مدى الحياة. فعملت حلف او اتفاق، لازم المفروض طبعا عندهم كان انه يستمر للابد، اللي هو حلف الديكابوليس. حلف هدفه الاساسي تجاري، تجاري انه احنا يا عمي بدنا نحمي طرق التجارة تبعيتنا وبدنا كمان نحافظ على حضارتنا على ثقافتنا. هذا الحلف يتكون من 10 دول، بالأردن لحالها في منها فيلادلفيا، عمان، جراسة، جرش، جدار، أم قيس، بيلا، طبخة فحل، أبيلا أو رافانا، قويلبة، وعندنا أرابيلا، إربد، كابيتولاس، اللي هو بيت الراس. طيب شو هي الدول؟ إذا بالنسبة للأردن احنا بنحكي عن مدن ديكابوليس الموجودة فقط في الأردن، في أشياء موجودة في سوريا. إذا عندنا رافانا، جدارة، كابتولياس، أرابيلا، بيلا، جراسا، وفيلادلفيا. يعني بتحكي عن 1 2 3 4 5 6 7 مناطق منها موجودة في الأردن. نحكي بعد اليونان اجى عنا الرومان. إذا الفينيقيون عملوا بعدين هنا نفسهم، يعني أهل البلد، يعني غير إنهم كانوا يتهاوشوا مع اليونانيين، هلأ صاروا بعد ما خلصوا من اليونانيين اجوا الرومان. ففي شغل اسمها حروب البونيك وورز أو الحروب البونية، وهذه الحروب كان يقودها هذا القائد المعروف الروماني اسمه هانيبال. طبعا ألحق بالرومان عدة، أو لا هذا فينيقي، فينيقي ألحق بالرومان عدة خسائر للأسف، لأن الفينيقيين عندهم معدات قليلة، عندهم إمدادات بشرية قليلة، ما في كثير ناس، فبالتالي فيش إمدادات، بالتالي انهزموا أمام الرومان في معركة اسمها زاما. إذا معركة زاما هي المعركة انتصر فيها مين؟ الرومان على الفينيقيين يلي كانوا بقيادة هانيبال. هل اجوا الرومان؟ الرومان كلنا بنعرف انه سيطروا على بلاد الشام وكان لهم كثير، ولحد الان اثارهم موجودة عنا. بالضبط متى؟ ب63 قبل الميلاد، وصاروا يعملوا ممالك عظيمة، منها المملكة المعروفة جدا في سوريا اسمها مملكة تدمر، وفي مملكة الرها كمان. هذا الامبراطور الروماني المعروف اسمه تراجان احتل البتراء وخلص على الأنباط في سنة 106 ميلادي، وظلهم الرومان موجودين في بلاد الشام، كان اسمهم الدولة البيزنطية. يعني كل ما تسمعوا مصطلح اسمه بيزنطيين أو بيزنطة، المقصود فيها الرومان، الرومان وليس اليونان. اليونان هم الهلنسية. فاستمر وجود هدول الرومان في هذه المنطقة ببلاد الشام، كانت تسمى اسمها الدولة البيزنطية. للأسف بعدين انتهت هذه الدولة الرومانية الكبيرة بقسمين، زي ما قلنا كل حضارة بتطلع بتطلع بترد تنزل خلاص تنتهي. فإذا قسمت لقسمين في نهايتها، صارت في قسم غربي وعاصمة روما اللي هي موجودة حاليا في إيطاليا. يعني تخيل قد ايه كانت واسعة الإمبراطورية اللي وصلت لأوروبا لإيطاليا، فالجزء الغربي بروما والجزء الشرقي في القسطنطينية.
والرومان اجوا عملوا بعدين تحالف مع الغساسنة اللي اجوا وراهم، اللي عملوا مملكة كبيرة في البادية الجنوبية لبلاد الشام. غساسنة كنا بنعرفهم، هي قبائل عربية سكنت في جنوب بلاد الشام، عاصمتهم كان اسمها بصرة، وانتقلت لمنطقة اسمها الجابية الموجودة حاليا في سوريا اللي هي بالجولان. الرومان شافوا الغساسنة، والله حكوا هدول ممتازين، حليف قوي، بدنا نعتمد عليهم ضد مين؟ ضد أهل إيران اللي هم الفرس. فإذا مين الاتحاد مع مين؟ الرومان اتحدوا مع الغساسنة ضد الفرس في النهاية، وظلت الغساسنة ماشية مع بيزنطة متحالفين يدا بيد لحد ما صار في عين الفتوحات الإسلامية النهائية اللي بلشت في سنة 636 ميلادي بعد معركة معروفة جدا اسمها معركة اليرموك، اللي انتصر فيها على مين؟ على هذا الفتح، على الرومان. إذا بهيك بنقول لك بالأخير ضعف السياسي الأطماع الخارجي ببلاد الشام، عشان هيك تم احتلالها من قبل عدة قوى، بالتالي استغلوا مواردها، تركوا أثر كبير فيها، حتى ثقافيا هي امتزجت في كثير من الثقافات العديدة، فكان له دور في إدخال عادات مختلفة إلى مجتمعات بلاد الشام. طيب خلينا نبلش مع بعض بالأسئلة. هذا الدرس الرابع، فبدنا نحكي بالدرس الرابع على الأسئلة. السؤال الأول بقول لك: أبين عوامل انهيار حضارات بلاد الشام القديمة. حكينا عن 5 أسباب، صفحة 99. كان من ضمنها أطماع كثير كبيرة، والضعف السياسي والعسكري لممالك بلاد الشام. كل هذا بتجدوه بصفحة 99 اللي بداية الدرس. أول إشي حكيناه بالدرس اللي هي أسباب انهيار هذه الحضارات الكبيرة اللي كانت موجودة ببلاد الشام. أبرز القوى اللي غزت بلاد الشام حكيناهم، وبالترتيب إذا بدكم أشوريين، بابليين، كلدانيين، مصريين وإغريق، وإذا بدكم بالضبط حسب ما هو ذكر عندي في الدرس واللي شرحناهم، فهم الحكم المصري، الكلداني، الفارسي، اليوناني، ثم الروماني. هذا كله تسلسل زمني. طب عدد لي 3 من مدن ديكابوليس الموجودة في الأردن: بيلا، أرابيلا، وفيلادلفيا. تمام، وفي كثير، احنا حكينا 7 عنا بالأردن، 7. طب خلينا نعرف هذه المصطلحات، شو يعني عصر الهلنستي، وشو يعني حروب البونية، وشو يعني معركة مجدو. خلينا نبلش بالبداية بالعصر الهلنستي. هو عهد الأسرتين البطالمة في مصر والسلوقيين في بلاد الشام، هو العصر الذي يطلق على اليونانيين. إذا بدكم تعريف أدق، تحكي لي إنه العصر الهلنستي هو عبارة عن 3 قرون، يعني 300 سنة، هذا مسميه العصر الهلنستي، يلي امتد من لما سيطر الإسكندر المقدوني على بلاد الشام لحد ما طلعت الإمبراطورية الرومانية، واللي كان فيه الأسرتين البطالمة بمصر موجودين وسلوقيين في بلاد الشام. طيب إذا بدنا نعرف الحروب البونية، الحروب البونية هي عبارة عن حروب خاضها الفينيقيون في قرطاج مع الرومان بقيادة هانيبال. إذا الحروب البونية هي عبارة عن الحروب يلي خاضها الفينيقيون في قرطاج مع الرومان بقيادة هانيبال الفينيقي. طيب شو نحكي الآن؟ نحكي الآن معركة مجدو، هي معركة شنها المصريون القدماء على الأراضي الكنعانية لحماية مصالحهم التجارية، وأكيد انتهت باستسلام الكنعانية سنة 1468 قبل الميلاد. طيب نفسر، لماذا واجهت سور عدة متاعب؟ إذا لماذا واجهت سور هاي المتاعب الاقتصادية في زمن الحكم الفارسي؟ بدنا نقول اقتصاديا، وذلك بنحكي جواب هو حكم الفرس إلها بشكل غير مباشر مقابل الجزية. هلا الفرس يجوا حكموا سور بشكل غير مباشر، يعني من خلال إيش؟ من خلال إنهم صار يحكوا لهم احنا بنحكمكم بس ما بدنا نحكمكم فعلي، يعني حكم فعلي، خلص اعطونا الجزيه واحنا بنضلنا ساكتين. فعشان هيك الجزيه بدهم يدفعوا مصاري، او بدهم يعملوا عينات، اي شيء من تجارتهم من زراعتهم، يعني كله يا انه مصاري، بس هي ما دام كاتبين جزيه فهذا الشيء هو اللي خلاها اقتصاديا تتعب سور، بضلها تدفع مصاري للي بحكمها حكم غير مباشر. طيب نحكي الان عن هذا الخط الزمني الموجود عندي بالنسبة للحكم الكلداني. هي هون بدنا نحكي الفترة الزمنية، هون الفترة الزمنية هي الكلدانيين حكموا من 539 ل 587 قبل الميلاد،
طيب الفترة هاي مين اللي حكم فيها؟ هذول الفارسيين، فبتكتبوا لي هون الحكم الفارسي. هلا بالنسبة للي وراها بتحكي لي الحكم المقدوني، المقدوني بنكتب هون المقدوني، وأي سنة بتقول من 323 إلى 336 قبل الميلاد. أما الروماني فهو حكمه من 63 قبل الميلاد إلى 325 ميلادي. هون اللي بده يكتب تقرير يا ريت مش غلط. وبهيك بكون احنا خلصنا الدرس الرابع. اوكي بس بنحب نذكر بشغلة هون، يعني لما نقولكم احنا كنا نقرأها غلط، يعني الحكم الروماني بلشوا من هون، بلشوا من 63 قبل الميلاد إلى 325. نفس الشيء بقية الأشياء اللي هون موجودة، بلشوا من 323 إلى 336 هاي الفترة، يعني من هون. يعني هذا بجوز خطأ بالكتاب، لازم حطوا قبل الميلاد بعدين يحطوا، يعني قصدي هاي الأصغر إلى الأكثر الأكبر تاريخا. فبالتالي 332 ل 539 قد حكموا الفارسيين أو الفرس حكموا بلاد الشام. إذا بهيك يا حلوين احنا بنشكركم، بنشكر استماعكم، وأي فيديوهات تجدون على قوائم التشغيل. الفيديو اللاحق رح يكون عن حل أسئلة الوحدة الرابعة كاملة. نشكركم ونشكر لكم حسن الاستماع، وإلى لقاء قريب.